بصراحة حتى هذه اللحظة غير معروف دوافع هذا القاتل وغير معروف جنسيته، أو على الأقل هناك نوع من التكتم، لأن السلطات الأمنية السعودية وكذا الجهات الإعلامية المرتبطة بالشرطة السعودية لم تعلن تفاصيل يمكن أن نعتد بها أو نعرف من خلالها أي شيء. لكن ما أعرفه تماما أن الأجهزة الأمنية السعودية في حالة استنفار أو جاهزية قصوى وعالية، وذلك تبعا لموسم الحج، حيث يزور السعودية في مثل هذه الظروف ملايين الحجاج، ربما يكون بينهم من يتسرب ليقوم بعمل أو بآخر. لكن كنتم قد تفضلتم بتقريركم، وهذا صحيح، أن القنصلية السعودية الأمريكية في جدة كانت قد تعرضت أكثر من مرة خلال السنوات السابقة لمثل هذه الاعتداءات. إذن هناك أرضية يعني مهيئة لدى البعض لأن يقوم بهكذا أعمال. أخطر هذه الأعمال على الإطلاق كانت في عام 2004 كما تفضلتم، حيث دخل مجموعة من المسلحين قيل في حينها أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، وقاموا بعمل إرهابي أدى إلى مقتل العشرات بين مهاجمين وموظفين مدنيين ورجال أمن. طب ما هي يعني ما هي أسباب تكرارها مثل هذه الهجمات دكتور صلاح؟ صديقتي، فيما يبدو أن هناك من هو غير راض عن المسيرة السعودية أو الأداء الرسمي السعودي، وبالتالي يحاول بين الحين والآخر أن يشوه هذا الحراك. لكن بالعودة إلى الخلف، نجد أن هذا المبرر الذي قدمته الآن ليس بالضبط منسجما مع ما حدث سابقا، لكن يبدو أن هناك أياد لا غير راضية عن أمريكا أو تريد أن تحارب أمريكا، وهذه غالبا جماعات إرهابية تواجه الإرهاب بإرهاب، فأمريكا ليست نبيا على هذا الكوكب، وربما هي بتصرفاتها من يستدعي الإرهاب من أشخاص قد يكونوا موتورين أو مغيبين. هذه أمانة يجب أن نتحدث بها بموضوعية. باختصار شديد، المكان مهيأ لاستقبال هكذا عمليات إرهابية وهو القنصلية الأمريكية. وفي عام 2004 ليست القنصلية، في عام 2016 أقصد، لم تكن القنصلية بذاتها هي من تم الهجوم عليها، بل مجمع سكني يقيم فيه أمريكيون وسواهم من مقيمين أجانب. إذن المستهدف الأمريكيون ومقيمون أجانب. هذه الفرضية موجودة عند البعض من المغيبين، والذين يعتقدون أنهم بما يقومون به إنما يرضون رب العالمين، ورب العالمين هو أي دين بريء من هكذا أفكار يعني إرهابية لأصحاب المغيبين. في كل الحالات الأجهزة الأمنية في كل مرة كانت حاضرة في الدفاع، سيما بيوم أمس، بدليل أنه تبادلت إطلاق النار فورا مع هذا الرجل الذي نزل من السيارة حاملا سلاحا ناريا. لكن القدر وضع في طريق أحد حراس الأمنيين المدنيين وهو الجنسية النيبالية، أصيب في حينها بجراح خطيرة أدت إلى ارتقاء روحه إلى بارها. في كل الحالات يحسب للسعودية الجاهزية الأمنية العالية للتعاطي مع هكذا أحداث، ولعل الحدث الأخير هو يعني يوم أمس الأقل خطورة بين أحداث كانت بين عام 2004 وعام 2016 قد حدثت مرتين، أقصاها كان عام 2004. في حين يجب أن نذكر أنه محكمة أمن الدولة العليا في السعودية أجرت محاكمات بعد اعتقالات شملت تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الشريكة، أصدرت في حينها أحكام إعدام ل 19 شخص منتمين إلى هكذا جميع تنظيمات إرهابية. نعم دكتور صلاح، طيب ما هو تعليق واشنطن على هذا الهجوم؟ نعم، واشنطن ما يهمها في الأمر أن عناصرها سالمون، فقد صرحت الخارجية الأمريكية ببيان رسمي مساء أمس بعد أن وقع الحادث أن أي من الأمريكيين في السفارة ومحيطها لم يصب بأذى. وهذا يعني يؤكد أن أمريكا من جهة تطمئن مواطنيها، ومن جهة أخرى حريصة على رعاياها في أي مكان. في ذات السياق تريد أن تقول أنها في منأى عما حدث، وأن العمل إرهابي بحت تسقط عنه أي موجب أو مبرر. وحق
حقيقة لا عاقل في هذا الكون يقبل تبريرا لمهاجمة ناس مدنيين يقومون بعمل وظيفي لهذه الدولة أو تلك. هذا عمل دبلوماسي محترم في كل العالم وتحت المظلة الأممية لجهة الحماية. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات دكتور صلاح. كنت معي من مدريد دكتور صلاح قيراط أستاذ العلاقات الدولية، شكرا لك.